انا ام ديال جوج تلامد والحمد لله. يعني في الاول كانت معاناه كثيره لمده 5 سنوات، راه ماشي سنه ولا جوج، لمده 5 سنوات. والحمد لله بعد ما يعني كان الصوت ديالنا وبالفضل ديالكم نتوما كصحافه، نتوما اللي وصلتوا الصوت ديالنا المسؤولين ووقفوا معانا وتصنتوا لينا، وكان رد ايجابي. وها انتم كتشوفوا دابا المؤسسه حلات في وجه التلامذ، والحمد لله والشكر لله. يعني انتم المعاناه شحال هذه في هذا الحي؟ هذا الحي هنايا فاش كيقولوا ليه هنايا في سيدي مؤمن؟ هذا رياض سيدي مؤمن. وما كاين حتى شي مؤسسه ابتدائيه تعليميه؟ شي مؤسسه ما كاينه، هي دوري سيدي مؤمن كامل، ما تلقاي حتى وحده. هذه هي اول مؤسسه حلات عندنا، اول مؤسسه حلات في رياض سيدي مؤمن هي هذه. والمعاناه ديالكم كيفاش كنتوا كديروا من قبل؟ كانت معاناه كثيره، حنا ما كناش كنريحوا كاع في الدار. ملي كنديو ولادنا وحنا كنتسناوهم حتى كيخرجوا، كنديوهم يعني اشاك فا غاديين مع 8، غاديين مع 10، غاديين مع 12 ونص، غاديين مع 2 ونص، 5 ونص، يعني النهار كامل حنا غاديين جايين غاديين جايين. دابا الحمد لله وليداتنا كبار شويه، غاديين يقدروا يهبطوا يجيو لراسهم، حنا ساكنين غير قرا، يهبطوا يجيو. تقدري مثلا تجيبي ولد صغير، ولكن بالنسبه للناس اللي في المستوى الخامس والسادس يجيو لراسهم. الحمد لله والشكر لله، وكنشكروا كلشي المسؤولين اللي وقفوا معنا والصحافه، والحمد لله والشكر لله. عندي جوج ديال الوليدات كيقراو ليا هنايا، احنا فرحانين بزاف ملي تحلات لنا هذه المدرسه، وكنشكروا بزاف الناس المسؤولين، منهم السيد المدير، منهم العميد، منهم بزاف بزاف ما نقدرش نوصف نقولهم لك كاملين. المهم حنايا فرحانين بزاف من بعد ديال 9 سنين ديال المعاناه، وحنا كنا كنعانيو، وكنا كنمشيو للمدارس بعاد بزاف بزاف، عندنا ساعه الا ربع ديال الطريق فيها الي وفيها روتور بزاف. يعني وليداتنا كانوا مكرفسين، كنا كنمشيو مركبين وليداتنا، كنا مكرفسين بزاف. دابا ملي تحلات لنا المدرسه حنا فخورين بزاف، وكنشكروا وكنوجهوا التحيه والرساله للجميع، كل من هو ساهم بعد الافتتاح ديال هذه المدرسه. والشكر خاص لكم نتوما، لو كما كنتوش نتوما ما كانش الصوت ديالكم الصراحه كان غادي يوصل. وبالنسبه لكم يعني كانت المعاناه يعني كتديوهم من هنا من سيدي مؤمن للتشارك؟ التشارك يعني كنا كنتكرفصوا بزاف بزاف، واحد الدرجه ما تتصورش، وبالاخص مازال دابا راه تزاد البني وتزاد، يعني كنا كنمشيو في واحد الاتجاه ما كان لا بني لا حتى شي حاجه، يعني الخلا واحد الخلال ما نقولش لك. دابا الحمد لله مازال تزادوا اقامات وهذه، وعمرات الدنيا شويه من بعد هاد العامين هذه، يعني داروا اقامات اخرين، يعني بحال عمرات الدنيا شويه. قبل كنا كنغامروا وكنصيفطوا وليداتنا لديك المدرسه اللي هي سميتها الجولان، يعني كنا مكرفسين فيها بزاف. والحمد لله دابا باقي لنا بعد البنيه بعدا غنقريو انايا ان شاء الله، لا خلى ربي العمر. الحمد لله هذه المؤسسه جديده يلا تبنات، يلا تبنات دابا عامين، يلا دابا عامين باش تبنات، يلا حلوه لينا غير هذا العام، غير هاد العام اللي حلوا علينا. والحمد لله الحمد لله. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.